انا ليا حق ترجعي المنتج بتاعك للضمان. كمان القانون واجه حاله مهمه جدا من الحالات اللي كنا بنقابلها في الفتره اللي فاتت. كتير من الناس وانا بروح اشتري في مشروعات الاسكان الجديده، مشروعات الاسكان الخاص، يمضيكي شرط يقول لك ان انت لازم لما تيجي تبيعي الوحده السكنيه اللي انت اشتريتيها مني دي لازم تدفعي لي جزء من الثمن اللي انت بتبيعي منه، مثلا 5%. انا اشتريت شقه من شركه معينه، تقولي لو جيت تبيعي الشقه دي مره تاني انت لازم تدفع لي 5%. القانون الغى النوع ده من الشروط، ما بقتش شركه النهارده تقدر تحصل منك اي فلوس نتيجه الريسيل او اعاده بيع الوحدات السكنيه. فده بقى بيسمح لي ان انا اقدر النهارده ابيع الوحده السكنيه بتاعتي بدون ما يكون عندي الزام تجاه شركه معينه ان انا اديها فلوس، وده هيقلل من سعر العقارات في الفتره اللي جايه. فالقانون بيواجه حالات مماثله بالشكل ده، مشاكل كنا بنقابلها ما كانش ليها حل قطعي، زي مثلا